مشاهدينا الكرام تابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. بث مباشر اكيد كيف ما كتعرفوا مشاهدينا تابعي قناة شوف تي في، انا كنا درنا لايف على هذا المعمل ديال البلاستيك اللي كان كيسبب ازعاج الساكنة وكان كيدير لهم الصداع بالليل من الساعة الفوق. توقف هذا المعمل هذا بعد لايف شوف تي في، السلطات وقفاتو، الساكنة احتجت بزاف وقدمت شكايات بزاف بخصوص هذا الموضوع. وكيف ما قلت انا درنا عدة لايفات باش يلقاو حل لهذا المشكل هذا ديال هذا المعمل. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، حنا من امام المعمل كيف ما كتشوفوا، ماشي من الباب هنايا، باش نحاول نوريكم الصوره هذه ونقلوها لكم. الحمد لله ان السلطات المحليه استجابت لهذا الموضوع هذا، لانه بصح كان اشكال كبير بالنسبه للساكنه هنايا، لانهم ما كانوش كيخليوهم ينعسوا. مازال مواصلين معكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم من قناة شوف تي في. كيف ما كتشوفوا المشكل هذا المعلن هذا اللي كيسبب ازعاج الساكنة كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا. فكنتمنى الحمد لله انه تلقى حل يعني بصفه دائمه، لانه كان توقف واحد النهار ورجعوا عاوتاني ودابا عاوتاني توقف. فكنتمنى انه يكون هذه تكون اخر يعني اخر حاجه وانه صافي يوقف هنايا. كيف ما قلت مشاهدينا، لان هذا المعمل هذا الساكنه بعد ما قدموا الساكنه شكايات لانه كان متزعجين من هذا الشيء اللي واقع هنايا. الحمد لله بعد لايف شوف تي في توقف. فكنتمنى انه تكون اخر حاجه. حنا ماشي ضدهم ولا ضد شي حد، ولكن ضد ان الساكنه تسبب لها ازعاج، لان الناس ملي كتجي مع السرقه كتبغي تنفذوها كتبغي ترتاح. مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. وكيف ما قلت غنذكر بان هذا المعمل توقف بعد لايف شوف تي في اللي كنا درناه. فا كيف يعني كيف ما قلت بان هذا اللايف هذا اللي درناه هو اللي خلى انه المعمل يوقف. مشاهدينا وصلنا الى نهايه البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.